يعتبر الخيال محرك ومدعم للحواس الخمس، ويقول المؤلف جورج برنارد: الخيال هو بداية الإبداع، إنك تتخيل ما ترغب فيه وترغب فيما تتخيله وأخيرا تصنع ما ترغب فيه. ولكن هل يساهم الخيال في تطوير الذات؟ وإيش علاقة الخيال في الذكاء العاطفي بين الزوجين؟ اليوم معنا ضيفتنا في الاستوديو حصة العلي، راح تكلمنا أكثر عن دور الخيال في تطوير الذات. حصة، أهلا وسهلا. دائما يقول لك تخيل الشيء اللي تبغاه، وعطونا أن للخيال قدرة سحرية فإن إحنا نجذب ونتمنى ونحقق و و و و الآن أنت جاي تتكلمين معنا اليوم أن الخيال قد يساهم في تطوير الذات، معناته قدرة الخيال حقيقية؟ في الحقيقة الحقيقة صادمة أنه أي شيء اليوم إحنا عايشينه ماديا في البداية كان خيال، فأنه الخيال هو أساس كل شيء. لكن اللي احنا ما ندركه وغالبا اشخاص كثير ما يدركونه، خاصه مع تطوير الذات وبعض التمارين اللي هي نعتمد فيها على الخيال، الاشخاص يستسخفونها لان احنا تعودنا على الاشياء الماديه، انه انا علشان اقتنع لازم يكون في شيء مادي علشان اقتنع انه حقيقه وواقع. فلكن في الواقع انه اي شيء اصبح حقيقه واي شيء مادي الان هو في البدايه كان خيال. يعني مثلا الطاولة اللي قدامي الآن في البداية كانت خيال في ذهن المصمم، صح؟ فتخيلها، صممها، وبعدين صنعها. نعم. فكل شيء في البداية كان خيال، وهذه هي النقطة المهمة اللي كثير من الأشخاص ما يدركونها. وأيضا واقعنا اليوم هو أساسا كان خيالنا أمس، فإذا تبتعرف مستقبلك شوف خيالك اليوم عبارة عن إيش، فهذا هو مستقبلك. يعني صح، المبدأ عميق جدا يا حصة، لكن كيف ممكن أني أوظف هذا الخيال لتنمية ذاتي؟ أكون أول شيء مدركة لأفكاري، مدركة لخيالي، مدركة للأشياء اللي قاعدة تعزز لي هذا الخيال. وهنا نرجع لمبدأ المعتقدات والمشاعر اللي هي أساسا تعكس الشيء الداخلي اللي أنا أمتلكه. فأكيد في البداية أنا أحتاج أراقب نفسي وأنتبه أنا وش قاعدة أتخيل، وش اللي في ذهني. مثلا لما أنا أقدم على شيء، غالبا أغلب الأشخاص مثلا يكون عندهم المخاوف أعلى، فيبدأ يعتقد أو يتخيل أسوأ الأشياء، فبالتالي إما أن يكون طريقة غير ميسر معقد، أو أنه يحدث بعدين يقول أنا كنت متوقع وأنا حسيت. فصنعناه في البداية بالخيال. وهنا من المهم بما أن إحنا نتكلم عن الخيال أن إحنا ندرك حقيقة الخيال وواقعة، بحيث أنه إحنا ننتبه لهذا الموضوع، كذلك نوظفه في حياتنا ونوظفه في الشيء اللي إحنا نستفيد منه. حصة، تسمحي لي أفضفض لك؟ طبعا، حياك. أنا من الناس اللي ما عرفت أخذ موقف تجاه الخيال، أحتاجه في حياتي لأن أنا من الأشخاص المتأملين ويبغى مستقبل رائع، حلو، ومجال جميل، فدائما ما أخيط في خيالي كل شيء أنا أتمناه أو أسعاله أو أشوف نفسي فيه، حلو. لكن أعتقد أن من سلبيات الواقع أنه سلبيات الخيال أنه بيسحبك من الواقع، خاصة إن الناس اللي تنغمس كثير وتصدق، يعني يقول لك كذب الكذبة وصدقها. هذا كمان جزء من الخيال، فأحيانا بتنعكس على سلوكنا بشكل سلبي في واقعنا لأن صنعنا خيال عزلنا. هل هذه من الأثار الجانبية للخيال مثلا؟ هذا ممكن نصنفه خيال سلبي أو الجانب السلبي من الخيال. وهنا إحنا لازم نفهم إيش الخيال وإيش الخيال الإيجابي اللي حيقودنا أصلا للواقع اللي إحنا نبغاه. كثير أشخاص منفصلين عن الواقع تماما، فهو يعيش عالم موازي في خياله، لكن اللي يعزز هذا العالم الموازي هو شعوره. فهو مثلا زي اللي يبغى يهرب من واقعه يقوم يتخيل، وهو في خياله يؤكد على نفسه أن واقعه سيء، فهذا يعزز الواقع. فمن أهم أساسيات الخيال شعوري ومعتقداتي، أني لما أتخيل شيء يوازيه الشعور والمعتقد أني أنا قادرة أوصل لهذا الشيء. هذا هو أساس وقود الطريق. يعني مو بس أني أنا أجلس وأتخيل بعدين أفتح عيني وأقول ما صار شيء، معناته كلامكم مو صحيح. لا، اللي صار أنه أنا لما تخيلت عززت مشاعر معاكسة لهذا الخيال، بالتالي الواقع صار هو مشاعري وليس الخيال. فالوقود هو الشعور وليس الخيال. كذلك نقطة مهمة، العقل ما يميز بين الحقيقة اللي يشوفها وبين اللي يصورها العقل.
العقل خاصة اللاوعي اللي هو أساسا حياتنا قائمة عليه ومشاعرنا قائمة عليه. فأنا لما أتخيل نفس لما أشوف العقل يصدق كل الصورتين تماما. فهنا المهم أني أنا أعزز هذه الصورة بالشعور، لأن اللي حيغذي هذه الصورة الشعور اللي حتتبرمج أساسا عندي في اللاوعي. فحيكون زي الملف عندي هذا الشعور مثلا خوف بهذه الصورة، فبالتالي بما أنه مثلا أنا يعني عندي حلم مرة وردي، لكن وأنا أحلم لأني خايفة من الواقع أنا قاعدة أحلم فيه، فصار الملف هذا شعوره خوف. عقل اللاوعي كيف يتعامل معه؟ يحاول يحميني من هذا الواقع فيعاكس النتيجة تماما، لأن الشعور خوف. لكن لما يكون الشعور حب وأنا أتخيله، فالعقل حيقودني له اللاوعي، لأن مهمة عقل اللاوعي هو حمايتنا. فأنا مهم لما أنا أعطيه صورة أعطيه الشعور اللي أنا أحتاجه، إن كان خوف عشان يحميني أو حب عشان يقودني لهذه الصورة. خطير الكلام والله، موضوع عميق. وأنت تتكلمي يعني قاعدة أحاول أني أجربه على نفسي. أحيانا إحنا لما نحلم أو نتخيل أشياء مرة صعبة، ونعرف أنها على أرض الواقع مستحيل، كمنصب كوظيفة كأي حاجة يعني. هل هذا صح؟ يعني وشلون؟ انه انت لما تتخيلين الشيء هو مستحيل بس تتخيلينه؟ ايوه، انه انا وصلت له وانا راح اوصل له وانا ابغاه. اذا كان شعورك يغلب الحب وليس الخوف او المستحيل، فايه راح توصلين، وهذا صار معنا كلنا. لاحظوا الاشخاص، في كثير اشخاص لما يصلون الى درجه نجاح، لما يطلع مثلا في اي لقاء يقول انا كنت دائما لما كنت صغير او بفتره من الفترات اشوف نفسي في هذا المكان لحد ما وصلت لهذا المكان. لما الواحد يتخيل صح رح يوصل. لما أنا أبدأ أتخيل أنه أي أنا رح أوصل هذا المكان بدون ما أرسم الطريق، بدون ما أتذكر المعوقات، بدون ما أخوف نفسي، بدون ما أتذكر أن في اللي بيوقف بوجهي وما معي الشيء اللي حيقودني، وما عندي المقومات ولا عندي في صعوبات وفي الحواجز اللي بتجي اللي حتلغي هذه الصورة كلها من خيالي، أو اللي حتنهي هذه البرمجة كلها. أتخيل بس أني أنا وصلت وانتهينا، وحيغمرني مشاعر حب وأنا خلاص وصلت، فبالتالي العقل راح يتبرمج، حتلاقين نفسك واصل، لأن خلاص الشعور نشأ. الشعور نشأ من اللحظة اللي ينشأ الشعور، خلاص هو واقعك. سبحان الله، سبحانه وتعالى اللي يقول في أنفسكم أفلا تتدبرون. صحيح. خليني أجيك، أنت قاعدة تتكلمي وأنا قاعدة خيالي يتحرك. في ديننا الإسلامي يقول لك أدعو الله وأنت ميقن بالإجابة، وهذا يمكن يطابق كلامك أنه أشعر واطمئن وحب. أعتقد أنه إحنا في، خليني هسألك سؤال الآن تنفيذي. لما أقول للناس تخيلوا، هي الفكرة أني أنا أمدد على السرير كذا وأقعد أتخيل أنا مذيعة مشهورة جدا، أنا مذيعة مشهورة جدا، ولا الفكرة أني أجلس أحط الهدف، أمسك ورقة وقلم وأرسم إحنا بنتلخبط في ديناميكية الخيال. صحيح. هل هي صورة في ذهني؟ هل هو حديث منطوق أحدث نفسي فيه؟ هل هي سجدة؟ هل هي إيمان؟ هل هو سعي؟ إيش نقصد بالخيال؟ أعطيني استراتيجية التطبيق. استراتيجية التطبيق مع الخيال، ممكن أول خطوة إحنا نخطوها تجاه أي هدف هو الخيال. لكن الخيال الحالة وأنا جالسة وقاعدة أتخيل، إذا الشعور اللي أنا أنشأته مع هذا الخيال ما حركني، معناته أنا ما سويت ولا شيء. يعني إيش يحركني؟ يعني خلاص اليوم أنا مثلا تخيلت أني أنا أكون مذيعة مثلا، جلس أتخيل، المفروض الشعور يحركني بكرة أبدأ أطلع، أبدأ مثلا أحتاج دورة أحضرها، أحتاج أشوف الخطوات، تبدأ الأبواب تنفتح، فأبدأ أسعى، أبدأ أنا أدرب نفسي، أشوف المذيع مثلا إيش تحتاج، إيش تحتاج مهارات، إيش تحتاج مقومات مثلا عشان أكون مذيعة، بعدين ممكن أحتاج كورس ولا أحتاج دورة، فأقوم أسعى تجاه هذا الهدف. هذا السعي لازم يكون مرافق لشعور حب واطمئنان تجاه هذا الخيال عشان في النهاية يصل إلى أرض الواقع. تمام. وهذا برضو يذكرنا في التأمل، في كثير أشخاص التأمل الخيال فيه أداة من الأدوات. فأحيانا جلسات التأمل هي عبارة عن خيال، فإحنا قاعدين نبرمج العقل اللاوعي علشان إحنا ننشئ شعور جديد أو ننشئ حقيقة أو معتقد جديد. فكثير أشخاص يقولون يعني إيش الفائدة مثلا، تجي تضحك عليه تقول تخيل كذا تخيل، لا الواقع مو كذا. فإحنا في التأمل نستخدم تكنيك أو أداة الخيال حتى نبدأ ننشئ هذه البذرة، بعدها اسعى وطبق،
لكن أنا أجي أشتغل عليك تأمل، أشتغل عليك تأمل، بعدين تقوم وترجع على نفس ما كنت عليه، ما سوينا ولا شيء، ولا كأننا فعلنا يعني ولا شيء. فهي اللي يعزز الخيال الخطوة اللي تليها. الخيال الخصب اللي دائما نسمع عنه، كيف ممكن إننا نعود نفسنا أو نمرن نفسنا عشان نحصل على مهارة الخيال الخصب؟ اللي هو كلنا نتخيل، ما في أحد ما يتخيل، كلنا نتخيل، لكن هي توجهات. وغالبا عشان تعرف أنت توجهك، في أشخاص يقول أنا ما أتخيل، لا كلنا نتخيل. نتخيل بس إنه يربطنا الواقع، يعني أنا أتخيل بس أتخيل على قد الواقعية اللي أنا عايشة فيها. إيه، فالواحد يساعد نفسه أنه يفك من هذه البرمجة اللي نشأت بناء على المجتمع أو البيئة اللي هو محيط فيها. نعم. فهو يفك هذه البرمجة، يساعد نفسه، يبدأ مثلا يقرأ كتب، يحضر دورات، يشوف، يسمع لمتحدثين تحفيزيين أو ناس يعني معروف عنهم هذا الخيال. فنبدأ إحنا نساعد أنفسنا، إحنا نطلع من هذا الصندوق اللي إحنا دخلنا أنفسنا فيه وسكرنا علينا. ولا كل أحد قادر أنه يتخيل خيال لا محدود. طيب حصة، خليني هاخذك على انا متاكده الان يمكن 90% من النساء اللي يشاهدونا هيسالوا هذا السؤال، واسمحي لي هطيل في شرحي عشان اوصل لك النقطه بالضبط. تمام. المراه او الرجل وفي العلاقات العاطفيه والعلاقات الزوجيه الان وحبكه الخيال، يعني الان اللي تيجي تقول لك انا هدخل على حياه زوجيه، هل اضلني اتخيل؟ كيف استخدم الخيال في اني اصنع حياه زوجيه صحيحه؟ او خليني اخذك للنقطه الاخرى، أنا في علاقة وفشلت وأحتاج أني أعمل ريفريش، أحتاج أني أعيد هذا الشخص إلى حياتي، هل أنا هعمل طقوس الخيال فيرجع؟ الخيال في هذه المنطقة معزز مفاعل ولا هو ضرب من ضروب الجنون؟ طبعا نرجع للفكرة الأولى اللي هو الخيال بناء على الشعور. نجي للفكرة الثانية اللي هو مثلا اللي تتخيل شريك الحياة، أو الخيال اللي هو ما قبل الارتباط، بعدين لما ترتبط وقلت تفاجأت، انصدمت، أنا كنت متوقعة شيء. إحنا إيه؟ إحنا نرجع للفكرة الأساسية اللي هي الاستعداد برضو. إيش المشكلة اللي يصير خاصة في العلاقات الزوجية قبل الارتباط؟ إن الوحدة، الزوج أو الزوجة بشكل عام، لما يتخيلون دائما يتخيلون الطرف الثاني، فهم مو عارفين، مو قاعدين يتخيلون نفسهم أو دورهم. مثلا أنا لما أتخيل حياتي بعد الزواج، أنا ماني قاعدة أتخيل دوري أنا كزوجة، فبالتالي أنا أبدا مو مستعدة، فأنا أقعد أتخيل دور الزوج فقط. فهذا اللي لما أدخل أنا بتوقعات الزوج بدون ما أقوم بدوري. وهذه هنا ترجعنا لنقطة الاستعداد، أنه أنا صحيح من الجيد جدا أني أنا أحط آمالي وأتخيل وأتفائل في الارتباط وفي الزواج، لكن ما أنسى، ما أتجاهل الاستعداد. فلما أجي أتخيل أنا دوري كزوجة، وأنا أعرف إيش حقوقي والرجل إيش اللي يحتاج مني. فأنا لما أتخيل دوري الحقيقي كزوجة وقاعدة أعطي الزوج الشيء اللي هو يحتاجه مني وشعوري حب، فبالتالي خيالي حيكون مطابق للواقع لا محالة. لكن اللي يصير الخيال سلبي. وفي العملية الأخرى اللي طلقت وقالت لك أنا انفصلت وأحتاج أمسك العصا السحرية حقت الخيال عشان يرجع لي، هذه للأسف تجي الأسئلة كثيرة، يقول لك أنا الآن كيف ممكن أتخيل أن العلاقة هذه ترجع زي أول؟ هذه هل خيالها لما توظفه لعودة العلاقة مش أحسن أنها توظفه لنفسها؟ هذا أساسا من البداية خيال سلبي. ليش؟ لأنه ناشئ عن إيش؟ ناشئ عن تعلق. صح. وإيش جذر التعلق؟ غالبا خوف. فبالعكس كذا حتبعده أكثر وحينفر أكثر وحيكون مستحيل وجوده في حياتها. لازم تفك التعلق، وإذا بيرجع يعني. ذكرتي نقطة جدا خطيرة، التعلق. ودائما ما يسأل كيف أشخص نفسي أني متعلق وكيف أفك التعلق عشان أقدر أمارس خيال صحي؟ التعلق أساسا تبرمج مشاعرنا، التعلق مرتبط جدا بالخوف. فأنا أجي أكتب الأشياء عشان لو أبغى أشخص، أكتب الأشياء المهمة في حياتي، بعدين أتخيل أني فقدتها. لما أشعر بخوف أو ذعر، أعرف أني أنا متعلقة. بعدين أجي هنا أسأل نفسي، طيب إيه أنا خايفة من إيش؟ وإذا فقدتها إيش اللي حيصير؟ غالبا الأشخاص المتعلقين بالأشياء أو بالأشخاص رابطين الشخص أو المادة، الشيء، بقيمة مهمة عندهم. مثلا أنا أجي أربط قيمة المال بشخص، فأخاف أني أفقد زوجي لأني راح أفقد المال معه، أو راح أفقد الأمان معه، أخاف أفقد مثلا أمي وأبوي لأني راح أفقد الأمان معهم. فأجي أنا أربط الأشخاص أو أربط الأشياء زي الوظيفة، المال، الشهرة، أربطهم بقيم العليا.
فهنا أحتاج أني أنا أعرف الجذر علشان أشوف إيش هي قيمة وأبدأ أفصلها عن هذه الأشياء المادية إن كانوا أشياء أو أشخاص. ما شاء الله عليك يا حصة، يعني أنت بتفتحي مداركنا الحاجات إحنا كنا نعتقد إنها ما هي ضرورية ولا هي لازمة في حياتنا. علاقة الذكاء بالخيال، هل هناك علاقة؟ هل بالفعل ممكن للخيال أن يزيد من ذكائنا، خصوصا الذكاء الاجتماعي؟ الخيال يعزز. ليه؟ لأن الشخص اللي خياله خصب واللي يتخيل كثير ومشاعره جيدة مع الخيال حيكون واقع ذكي. يعني مثلا إذا جينا نتكلم عن الذكاء العاطفي، الشخص لما مثلا يعرف أنه بينه وبين مديره مشكلة، فقبل ما ينام يتخيل كيف هو راح يراضي مديره، كيف راح يطيب خاطره، فينام اول ما يصحى، اول ما يدخل يعني على دوامه ويصبح على مديره، طيب خاطر مديره، لان خياله خصب واستغله في شيء يفيده حتى في علاقاته. فكل ما كان الشخص خياله خصب وايجابي، يعني يتبع شعور ايجابي، كل ما كانت نتائجه سواء في الجانب العلمي المهني او حتى الاجتماعي ممتاز جدا. حصة أنت قاعدة تتكلمي وأنا عندي أسئلة مرة كثير صراحة، مرة كثير. الخيال وجه لعملة الشعور، تمام، يعني لن يحقق شيء ولن أتحرك بخيال دون شعور، تمام. هناك شعور سلبي وهناك شعور إيجابي، سلبي بيوصلني إلى نتيجة سلبية والإيجابي بيوصلني لنتيجة. كيف أقدر أدير الحالة الشعورية قبل الدخول في مرحلة الخيال؟ أنت تفضلتي من شوية قلتي إذا كان الشعور خوف فأنا ما هحقق النتائج، إذا كان شعوري تجاه الهدف حب مع خيال فأنا ماشي في طريق الصحيح. خليني أخذك خطوة لورا قبل الاستعداد الآن للخيال، كيف أدير حالتي الشعورية؟ بحسب درجتها، مثلا إذا كان خوف، إذا كان درجة الخوف عالية أحتاج أنا أهدئ الخوف عندي، بعدين أبدأ بمرحلة الخيال. يعني لما أدخل أبغى أتخيل الآن أنا تحررت مثلا من خوفي من المرتفعات، فكل ما أتخيل مثلا أني أنا فوق جبل بتطلع حالة الشعور والخوف والذعر، لا، لكن أنا أبغى أخفف من هذه الدرجة، يمكن ما على طول أوصل للخيال اللي أنا مرة اللي أبغاه اللي يصاحب مع شعور خوف أو مثلا شعور مثلا كراهية. أحيانا يكون أنه لأني أكره دوامي أقعد أتخيل أني أنا انتقلت لدوام جديد، فأنا أحاول أخذ الموضوع درجة درجة بحيث أني أخفف من شعوري هذا، إن كان كراهية أو حقد أو غل أو غضب، أي شعور سلبي، فأخذ الموضوع درجة درجة بحيث أنه أنا أول شيء كخطوة أولى أتخيل الخيال اللي ما يصاحب هذا الشعور. يعني مثلا إذا جينا نتكلم عن المرتفعات، فأتخيل أنا في الطابق الأول وعادي ومبسوطة وفي كل الأشياء حواليني جدا جميلة بدون ما أتخيل أنه تحت، بعدين أطلع الطابق الثاني ونفس الشيء، وكأني أخذ نفسي درجة درجة وأنا قاعدة أخفض شعور الخوف وأرفع بالتزامن مع مشاعر الحب. وهذا يجي مع أي شيء إحنا نبغى نعزز داخلنا كخيال إيجابي. والله الخيال الإيجابي طلع حاجة مهمة وأساسية ولازم كل إنسان يمارسه عشان يوصل لأهدافه ويعيش بسعادة أيضا. حصة العلي، شكرا لوجودك معنا، فقرة كانت جدا مميزة وممتعة، شكرا لك. شكرا لكم، حياكم. مشاهدينا فاصل قصير وراجعين.